طيب الآن إلى أرض المليون شاعر الولي محمد المصطفى طه المدير العام للإعلام والنشر بموريتانيا فليأتينا بما عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سادتي العلماء والمفكرين الكبار، أيها الجمع الكريم، في المبتدأ لا بد أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الدولة المصرية قيادة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والعناية التي كنا موضعا لها طيبة مقامنا على هذه الأرض الطيبة، مستأنسين بقوله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نحن بلادي موريتانيا، بلاد شقيط، بينها وبين مصر علاقة وصال ممتدة عبر الزمن. فمراجعنا الفقهية المالكية هناك غالبيتها من مصر، بدءا من ابن القاسم تلميذ مالك إلى محمد عليش في القرن السابق، وهما بينهما مئات من الفقهاء الكبار. وكذلك المراجع الروحية من ابن عطاء الله السكندري وذنون المصري ورابع العدوية وما يستأنس به في عالم الروح والوجدان. أيضا هنا مثابة الفكر والإلهام والإبداع والأدب، محمد عبده، رشيد رضا، عباس محمود العقاد، طه حسين، توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، حتى هذه كلها أسماء لامعة في عالم الأدب فتلت خيوط الربط بيننا كثيرا، كما أعتقد أنها أيضا فتلت خيوط الربط بين مصر وبين بلاد كثيرة عبر العالم. وطبعا هنا لنا تاريخ هنا على هذه الأرض، الشيخ محمد محمود التلاميذ الشنقيطي، والذي عاش هنا زمنا، وهو الذي يقول: تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى أمهات الكتب بعدي أو علمي، وإلا الفتى المفتي محمد عبده، محمد عبده، وإلا الفتى المفتي محمد عبده، صديقي الصدوق الصادق الودي والكرمي. والذي عاش هنا مدرسا بالأزهر، حيث أسند إليه الإمام محمد عبده تدريس اللغة العربية في الأزهر الشريف، والذي بكاه رشيد رضا بنعيم كبير، وتحدث عنه طه حسين في كتابه الأيام حديثا مفعما بالإعجاب. فإذا العلاقة طيبة ووطيدة هناك. وأكبر شارع في موريتانيا، أكبر شارع في العاصمة الموريتانية، هو شارع جمال عبد الناصر، أكبر شارع وأوسعه، وأعتقد أقدم مركز ثقافي في نواكشوط هو المركز الثقافي المصري سنتين أو ثلاث سنوات بعد الاستقلال. وبالتالي فالصلة حميمة ووثيقة بيننا بحمد الله. الذي أريد أن أتدخل به هنا في هذه الكلمة المقتضبة هو بعض المعالم التي ينبغي أن تحكم فهمنا لما يمكن أن نتحاور عليه، تحكم الفهم، معالم الفهم الذي يمكن أن يشكل أرضية للحوار، أرضية ننطلق منها نحن كمسلمين لحوار غيرنا. أعتقد أن المعلمة الأولى هي معلمة الانفتاح، معلمة الانفتاح. فهذا الدين رسالته جاءت في تشخيصها وماهيتها رحمة، ولكنها في امتدادها وتوسعها للعالمين فهي رحمة للعالمين. وبالتالي نحن في هذه الرسالة المحمدية حينما نريد أن نقدمها أو نتحاور انطلاقا من خلالها، علينا أن نفهم أن مبدأ الرحمة فيها ليس حكرا علينا كمسلمين، بل هي رحمة للعالمين. هذا المبدأ مبدأ الأساسي
جنب الشمل الآخر. المبدأ الثاني هو مبدأ الإنصاف. رسالتنا رسالة إنصاف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقديما قال المتنبي: ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم. فالإنصاف مبدأ أساسي ويشكل أرضية وثيقة للانطلاق منها نحو الآخر. فأي إنسان لا تنصفه لا يمكن أن يثق فيك. فمبدأ الإنصاف مبدأ أساسي. كذلك المبدأ الثاني، وهذه مبادئ قرآنية كلها، مبدأ احترام الآخر، مبدأ تقدير الآخر. هذا مبدأ التكريم ليس عبثا. القرآن لم يقل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لم يقل هذا عبثا، بل قاله لكي نفهم ولكي نزوره في نفوسنا مبدأ التكريم الإنساني. أننا نحن وهذا البشر مشتركون هذا الكوكب، وعلينا أن نتعايش فيه بوئام وسلام، وأن يحس كل منا بقيمة الآخر. المبدأ الثالث هو احترام المنهج القرآني، احترام المنهج القرآني في تقديم الدعوة الإسلامية للآخرين. نحن للأسف كثيرا ما نقدمها مشوهة، لأننا لا نحترم المنهج الذي أراده الله لهذه الدعوة. الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة اختار لها منهجا، وهو منهج الحكمة، منهج الحكمة الذي يتفاعل مع العقل، والموعظة التي تتفاعل مع الروح، ولكن أيضا الجمال الذي يتفاعل مع النفس والذوق. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بالتالي لا يمكن أن نأخذ الموعظة مجردة ونعتبر أننا نمثل الإسلام. فكثير من المواعظ في عالمنا الإسلامي اليوم هي مواعظ ولكنها ليست حسنة للأسف. وصاحب الموعظة السيئة عليه أن يعرف أنه لا يمثل الإسلام، بل إنه يشوه الإسلام. فكثير من النفور والإسلاموفوبيا الذي يعاني منها الإسلام اليوم، هي وإن كانت في جزء منها راجعة إلى الذين يعتدون ويشوهون الإسلام من خارجه، ولكنها في كثير أيضا راجعة إلى عملية الإخراج التي يخرجها بعض المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس إن منكم منفرين. التنفير خطير، التنفير منا. لماذا؟ لأننا لم نحترم المبدأ الذي من خلاله يقدم الإسلام كما ينبغي. أيضا من المبادئ معالجة الصورة النمطية للمتشبه بالإسلام. غياب هذا المبدأ الجمالي، غياب تذليل الجمال. الله سبحانه وتعالى في قرآنه المبدأ الجمالي عنده في كل شيء: اصبر صبرا جميلا، اجرهم هجرا جميلا، صراحا جميلا، ولكن مع الآخرين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أفعل تفضيل وأحسن، حسن جمال، مبدأ جمالي. وقولوا للناس حسنا، وقول لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الموعظة الحسنة، هذه المفاهيم الجمالية نحتاج إلى 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 أن نتشبه بها وأن نتمثلها، أن نتمثلها فعلا في الساحة الميدانية وفي تقديم الإسلام. أن نقدم الإسلام في ثوب جميل، أن نحببه إلى الناس بدل أن ننفر الناس منه. رجل الدين عندنا اليوم للأسف صورة نمطية عنه أنه إنسان خشن، يعني ليس إنسان له مشاعر، ليس إنسان له وجدان، نور إليه كأنه شخص ثقيل. هذه الصورة صورة جديدة بالمناسبة على المسلمين. علماء المسلمين عبر التاريخ علماء أدب وروح ووجدان. عروة بن عيينة شيخ مالك بن أنس هو الذي قال في روائع الغزل: إن التي زعمت فؤادك من لها، خلقت هواك كما خلقت هوى لها، بيضاء باكر عن نعيم، فصارها بلباقة فأدقها وأجلها، منعت تحيتنا فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها، فدنا وقال لعلها معذورة في بعض رقبتها، فقلت لعلها.
وعبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء المدينة السبعة والذي يقول: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم ولامك أقوام ولومهم وظلموا ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لن ينفعهم. هؤلاء كان الناس يتعاملون معهم هكذا أنهم بشر هم منتهى الورع منتهى القيمة العلمية والمنزلة والمرجعية، ولكن في نفس الوقت هم بشر لهم أرواح ولهم وجدان. هذه الملائكة المزيفة علينا أن نفككها وأن نجعل الأمور بفطرتها وبطبيعتها ليكون الدين دينا فطريا يقدم الإسلام بقناعة. حينها فعلا سيقتنع بها الآخرون، حينها فعلا سنحاول من منطلق قوي وبوجدانية وحميمية وأخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.